طب لو الحذاء قماش بص او قماش رياضي؟ ايه رياضي وقماش حلو ده. بص رياضي ده معناه ان حد سلس، حد في التعامل كده عملي جدا، حد مش بتاع كلام، مش هيقعد يرغي ويملى دماغك كلام حب وما بيعملش حاجه يعني. لا ده عملي بالفعل. لكن القماش لنا واقفه عنده، القماش وارد القطع، وارد الايه الهلهله، فده لازم تحافظي عليه يعني. وارد ان هو ايه يتسرق منك، او وارد الفرصه دي تروح منك لو ما حافظتيش عليها. يعني مثلا ايه بيتاثر بكل حاجه حواليه، يعني مثلا حذاء القماش ده لو دخلت بيه في ميه هيتبل، لو دخلت بيه في وحل هيطين، تمام، فبيتاثر بما حوله. فخلي بالك من المراه اللي معاك او من الراجل اللي معاكي في المواقف، ده بيتاثر زي الازاز ده بتشرخ على طول، ده ملوش حل، اللي بيتكسر ما بيصلحش. ده بقى ده يعني بيتاثر، حتى لو غسلتيه هيرجع لون تاني، فاهماني؟ طيب عندنا شراء وقياس الاحذيه في المنام. بص كون ان انت بتدخل محل ده معناه عزم على امر ما، انت بتعزم يعني بتعقد النيه ان انا اعمل اتجوز مثلا، انا عقدت النيه على الزواج، ده الدخله. كون ان انت بتختار ده حيره وقلق، ما يريحش الاختيار على فكره يعني. عايز تحيره وخيره، فانت داخل في حيره في امرك، فلازم على البني ادم في حاله ان هو شاف نفسه في محل احذيه الاستقاره يعني على طول. لكن لو انت دخلت بالفعل اخترت حاجه بعينها وداخل تشتريها بعينها، فابشر دي حاجة كويسة، انت كده عرفت مقصدك وعرفت انت رايح فين وجاي منين. يعني واحد فاهم او واحدة فاهمة بتعمل ايه.